لك برضه نفس السؤال، لو الخمسه المحترفين دول تبقي مين منهم؟ هندوسي، علي معلول، ديانج، ثلاثه. اه وجيب فيرويد يعني ماشي. برونو سافيو لا احنا ما جبت السيرت ده، انا ما جبت السيرت، انا بخصمه انا بخصمه صراحه. لا يعني لا صعب. بالمناسبه الله يسامحه اللي جابه، الله يسامحه. طيب سؤال يعني، بالمناسبه ليه برونو سافيو اصلا؟ عشان برازيلي؟ لا هم كانوا جايبينه عشان يعني مثلا كان قفشه في حاله وحشه جدا، فحاولوا يجيبوا لعيب يقدر يعمل الحته دي. ليه تروح تجيب لعيب؟ ليه ما جابوش اساسا ليه قندوسي من الاول؟ بالظبط يعني من اول الموسم ليه ما جبتش القندوسي؟ ما انت بقالك، انا يعني اللي انا عارفه انت بقالك سنه متابعه، طب انت ليه ما جبتوش من الاول وكان ياخد فتره ليه ما نتكلمش دي؟ نقول الانديه الثانيه زي المقاولين، زي ام بي، الافارقه اللي في ما تلعبش في النادي الاهلي، كل الافارقه اللي موجوده في مصر لا تلعب اهلي ولا زمالك. مع احترامي يعني لراي عبد الله طبعا. يعني انت شايف الباك رايت بتاع فاركو، باك ليفت، الباك ليفت بتاع الباك رايت بتاع فاركو، الباك رايت بتاع فاركو وحش افتكر. بس طب الباك ليفت بتاع المقاولين، الباك ليفت بتاع المقاولين وحش، بتاع فيوتشر وحش، جونسون ده، جونسون ده وحش على فكره. ده خد كاس امم، ياو انور ده لو خد على فكره في نادي الاسماعيلي الفتره اللي جايه وخد بشكل كويس يبقى هو لعيب جامد جدا. انت عارف يعني عبد الله بيتكلم، كل الافارقه اللي بيتكلم عليها عبد الله كل دولت ممكن يلعبوا في الانديه دي ويبقوا كويسين جدا. طب وليه؟ طب النادي الاهلي لما جاب لعيب من الفيرود من الجونه وجابه بملايين، عمل ايه في الجونه؟ حسن عمل ايه؟ حسن انا انا الكواليتي ده، الكواليتي ده كريم كده باك رايت بتاع فاركو، بفكرك باسمه ده حاجه جامده جدا. انا هكلمك في نقطه عايز اقول لك حاجه. طب انت متخيل هو في فاركو اللي ما عندهاش تدعيمات وفرقه برضه تعتبر من الفرق الصغيره في الدوري المصري وهو بيظهر بالشكل ده؟ طب لو لعب مع مستوى اعلى ولاعيبه اعلى من اللي في فاركو، طب هيظهر بالشكل ده؟ بيني وبينك بتبقى يعني فيها ريسك يعني.